في عارف شو عم بصير هون؟ عم نقوم بواجبنا. ليه شو هو واجبكم بالتحديد؟ والله مش ضروري اشرح لك كل شيء. بلا ضروري، أنا مديرة الشركة. معني بقدر ما جاوبك بس ماشي الحال. معنا أمر من المحكمة بإيقاف عمل الشركة لحين الحجز عليها وختمها بالشمع الأحمر وبس. كيف يعني بدكم تحجزوا الشركة؟ مش بس على الشركة، كل شيء بيملكه عمر بدران بدنا نحجز عليه، وأنت بدك تساعدينا. شو؟ أنت شو عم تقول؟ يا مدام أنا من شوي كان شريكي كون وشرحني له كل شيء، فما بالضرورة أرجع أشرح من أول وجديد. فأنا بنصحك إنك تحضري للمحكمة نسخة عن ملكية الفيلا أحسن ما تتعرضي للمسائلة بعدين.